وملاحظه اي خلل في الكلام ايضا. صحيح. مهم. صحيح. لنعرف شو هو الاسلوب اللغوي الافضل لاتباعه وين ممكن نقلق على لهجه الكلام المحكيه، معنا السيده ميسون ابو الهيجه، معالجه للتأتأة ومرافقه للاهل لتحقيق التوازن والرضا في الوالديه والاسره. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير يا ميسون، كيفك بهالنهار؟ اهلا وسهلا فيكي. اوكي، تعال نتحدث عن التأتأة، لكن ناخذ كمدخل هيك تعريف، ما هي التأتأة؟ شو يعرف تأتأة وشو لا؟ اوكي، التأتأة هي عمليا عدم طلاقه بالكلام وانسيابه. في تأتأة اللي هي بتكون تطورية طبيعية اللي بتظهر عند الأطفال، وفي تأتأة اللي بتكون مكتسبة. التأتأة التطورية ممكن تظهر بين جيل سنتين لحد جيل أربعة، أربعة ونص حتى، اللي بتكون عند 80% من الأطفال عادة بتمر لحالها بدون أي تدخل علاجي. في 20% من الأطفال بتضل عندهم موجودة، اللي عادة بتكون متأثرة من التعامل الخاطئ مع هاي التأتأة أو مع ديناميكية موجودة بالأسرة اللي ممكن تأثر على وجودها. ممكن يكون له علاقة بالسمع أم لا؟ كاكتساب كمكتسب؟ بشكل عام الطفل اللي عنده تأتأة، يعني هو بيعاني فقط من التأتأة، بيكون في عنده، ما فيش عنده كمان صعوبات أخرى. أحياناً في أطفال اللي عندهم كمان تأخر لغوي، أو لكن الشخص اللي عنده تأتأة هو عنده قدرات كلامية، قدرات لغوية، قدرات دماغية كمان حسية، كله بيكون تمام، يعني تمام، ما في طبيعي مشكلة. يعني ميسون، طبعاً التأتأة يعني أنت كيف تفضلتي وقلتي أنه 80% من الأطفال بمروا بهاي المرحلة، يعني نقدر نقول أنه هي مرحلة تطورية طبيعية، ولكن بمرحلة معينة إذا استمرت أكثر هي عملياً حالة مقلقة. وين الأهل مفضل أن يراقبوا ويتابعوا أولادهم ويبدأوا بالقلق إذا شافوا هاي الظاهرة عم تستمر طويلة؟ تمام، دا أوضح شغلة بس، 20% من الأطفال بتبين عندهم الظاهرة، 80% من ضمن هذول 20% التأتأة بتروح لحالها. ماشي، نسبة 20%. تمام بالضبط، يعني اللي بيضلوا 20% هن حوالي 5% من الأطفال تقريبا، اللي بيضلوا بتضلها موجودة عندهم حوالي 5 ل 6 أشهر. وفي بيضل من مجمل كل الأطفال عمليا 1% اللي ممكن يضلها معهن لجيل كبير. ماشي، هاي هيك من ناحية هاي للتوضيح طبعا، من ناحية النسبة المئوية أكيد عشان ما يضغطوش الأهل لما بيسمعوا 80%. لا طبعا، وزي ما قلتي أنت أنه في تعامل خاطئ مرات بيكون مع هاي الظاهرة. مزبوط. سألتيني وانت يبدو يقلقوا كمان. صحيح. واحدة من الأشياء اللي مقلقة، أول إشي قلق الأهل، لما الأهل بيكونوا هن قلقانين من الموضوع لشعور هاي زي طاقة اللي هن بيشعروا الولد فيها، فبيصير الطفل يشعر كل مرة بده يحكي زي كأنه في عنده إشي اللي هو مش طبيعي بطلاقة الكلام، ولهيك ممكن هن عمليا زي يثبتوا التأتأة كأنه. الشغلة الثانية وتيرة التأتأة، يعني إذا كل حوالي 10 جمل أكثر من مرة في وجود التأتأة مفروض يعني أحسن يتوجهوا للعلاج. وكمان عدد المرات التكرار الموجود بالكلمات، يعني إذا كانت مكررة أكثر من 3 مقاطع بالكلمة، مثلا بي 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 بدي لحد 3 مرات يعتبر طبيعي، أكثر بصير في مقلق ومفضل ينعمل تشخيص. وفي كمان شغلتين اللي هن هيك مهمات، إذا الطفل بيمتني عن الحكي مثلا أو بحس حرج أو هو واعي للتأتأة وبحس إنه هذا الإشي ممكن يمنعه عن الكلام، فمفضل التوجه لتشخيص. شو علاقة النفس بالموضوع؟ ممكن يكون العلاقة مباشرة أم لا؟ ليه بسأل؟ لأنه الشخص اللي بتأتئ هو بتأتئ، لكن لما بيغني ما بتأتئ. مزبوط. فشو السر؟ الغناء هو أكثر مش متعلق إنه بالنفس، هون بالفص الأيمن من الدماغ موجودة المنطقة المسؤولة عن الغناء والموسيقى والألحان وهي الأشياء، هذا المجال. حلو. وبالفص الأيسر من الدماغ موجودة المنطقة المسؤولة عن اللغة وعن طلاقة الكلام، فلما بيكون في غناء زي كأنه الإشي اللي هو موجود أكثر بفعالية يعني خلال الغناء هو الفص الأيمن، فعشان هيك كثير
الاشخاص اللي بتاقت ام نسمعش انهن اصلا بتاقت خلال الغناء، وهي هاي بتعطين شعور كثير منيح، او خلال تجويد القران مثلا كمان بكونش ما بشعر بقلق او بحرج، وبكون في طلاقه. احيانا النفس ممكن يكون له تاثير لما بيكون عدد الكلمات اللي بتنحكى خلال نفس واحد اكبر من المعدل المتوقع. يعني احنا مفروض نحكي بين 6 لـ7 كلمات بالكثير، في مرات بيجوا اشخاص على العياده بيحكوا 13 كلمه على نفس واحد. فأحيانا بس مجرد أنه شوي يأخذوا تقنيات كيف يركبوا النفس بطريقة سليمة ممكن يساعدهم أنهم يسيطروا على الطلاقة أكثر، لكن مش هو السبب الأساسي للتأتأة. ميسون ك يعني حضرتك معالجة وأكيد بتمر عليك كتير حالات، أنواع الحالات طبعا مئات أكيد، يعني مئات وأعداد كبيرة، طرق العلاج، أليات العلاج، هل هي يعني عمليا خلنا نقول ثابتة موحدة لكل الأولاد اللي بيعانوا من نفس المشكلة، ولا بتختلف كمان طرق العلاج المتبعة حسب الحالة؟ عادة بعد التشخيص منلائم شو أفضل طريقة علاج للطفل أو للبالغ كمان. في توجهين علاجيين هيك أساسيات. في التوجه الأول اللي هو أكثر علاج تقنيات، يعني انه يعطوا كيف ياخذ نفس، كيف يبدا بدايه طريه احنا بنسميها، كانه بدل ما يشد على حاله ببدايه الجمله، وتقنيات زي هيك يعني. وفي طريقه ثانيه اللي هي بتعتبر انه تأتأة في تاثير كبير للمحيط، وفي جانب اللي هو عاطفي، ف كمان هاي طريقه. انا شخصيا بدمج بين الاشياء حسب الحاله الموجوده عندي، لكن بالجيل الصغير العلاج بيكون عن طريق الاهل يعني غير مباشر. مهم يكونوا منخرطين مع طفل، هن مش انه معالج، انما يكون اكثر الاهل هن اللي بيساعدوا وبيساهموا لتحسين ظروف ابنائهم. 100% خصوصا انه كثير ابحاث بتحكي انه 20% من الاطفال هذول اللي بتضل عندهم التأتأة موجوده هن في ميزات لشخصيه الاهل، يعني اهل اللي بيحبوا الكمال مثلا، هاي واحدة من الشخصيات اللي بتأدي لأنها التأتأة تظلها موجودة عند الطفل وتكمل معه. ميسون صعب على الأهل. ذكرت المثير بالاهتمام، ذكرت الجانب العاطفي، يعني أنا حسب رأيي ممكن تأخذه كصدمة، وممكن في هاي الصدمة تعمل لك التأتأة. وفي الجانب العاطفي من مفهوم تاني هو عملية التقليد، على سبيل المثال بين الأخ الأكبر للأخ الأصغر، إذا الأخ الأصغر ممكن يتصرف بشكل معين بشكل طبيعي لأنه صغير، الأخ الأكبر منه بصير يتصرف زيه، فبالتالي ممكن يشكل عنده نوع من البلبلة باللسان. بشكل عام التأتأة هي مش تقليد. ماشي، حتى كثير أهل بيسألوني هذا السؤال، عشان هيك عم بسأل. إنك سألتني عشان هيك عم بسأل طبعا نوضحها طبعا. بشكل عام التأتأة هي مش تقليد، لكن لما بيبدأ الطفل عنده تأتأة اللي هي طبيعية كثير مرات بتكون لأنه الطفل عمل زي قفزة بكثير مجالات حسية حركية بنفس الفترة. عادة بهذا الجيل الأطفال بيعملوا كثير قفزة نوعية، يعني حتى جيل 3 سنين كثير بيسألوا ليش وكذا، كثير بيهتموا بالعالم وبيستكشفوا طبعا. فهي زي كأنها عدم سيطرة معينة على واحد من المجالات كأنه هيك الأهل بيشوفوها طبعا. 100% فإنها هي أحيانا بتكون بجيل أكبر اللي هي بعد صدمة عاطفية زي ما ذكر. عادة حسب الحالة ممكن نوجه لأخصائي نفسي اللي هو مختص بعلاج صدمات حتى، أو أحيانا بتكون بعد جلطة دماغية مثلا، فكمان مفروض يكون كمان علاج مع طاقم اللي هو كمان دكتور أعصاب كل هاي، يعني علاج شمولي. شمولي أكثر بالضبط. يعني ميسون يقال أنه في علاقة بين التأتأة ومشاعر الخوف، هل فعلا هاي خلينا نقول الإشاعة أو هذا الفكر المسبق موجود؟ هل فعلا له علاقة أنه بيأثر على التأتأة أو استمرار التأتأة؟ شو مدى صحته؟ عادة شو بيصير؟ بيصير مع الشخص ممكن يصير معه موقف تأتأ فيه، مثلا طفل بالقراءة، وهي ظاهرة كثير هيك أنا بشوفها بالعيادة طبعاً. بشعر بحرج معين، أو طفل آخر بيعطيه ملاحظة زميله أو كذا، المرة اللي وراها شو بيصير؟ بيصير عنده الخوف، بيبدأ يبين هذا الخوف، تتكرر كمان مرة بالضبط. يعني كثير مرات الخوف هو عمليا زي
تراكم لمواقف معينة اللي هو انحرج فيها، فلا شعوري كل مرة بيصير بده يقرأ أو بده يحكي لا شعوري بيظهر برجع لهذا الشعور الخوف. فواحدة من الأشياء اللي أنا كمان بشتغلها بالعيادة إنه نعرف من وين نابع هذا الخوف، شو الأفكار المسبقة اللي عندك عن كلامك أصلاً اللي هي بتسبب هذا التوتر. هي كمان توتر، هي بيحكوا إنه التوتر كمان أكثر من الخوف كمركب عاطفي يعني. نصيحة سريعة أخيرة لكل الآباء والأمهات بالنسبة لأطفالهن. سريعة طبعا تفضلي. بجيل الصغير كثير مهم انه ما تطولوش على الطفل لتروحوا وتفحصوا عن جد، لانه عندنا كثير في احيانا دكاترة اطفال بالمحيط اتركوه واستنوا عليه وكل هاي الامور، مع انه هي فرصة ذهبية. العلاج بالجيل الصغير معروف انه هو علاج اللي ناجع، واحيانا بس عدة لقاءات اللي هي تكون شوي ارشاد للاهل شوي توازن بالاسرة وبتساعدهم انه تمام. شكرا التأمين. شكرا لك ميسون، شكرا لك. مهم كثير نسلط الضوء على المسائل المتعلقه بابنائنا واطفالنا، خاصه القضايا التطوريه للاهل عشان نطمنهم ونهديهم 100%.